بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف مع بعض دلوقتي بعض الابليكيشن عن البرمجة او البروجرامنج اللي احنا اتعلمناها قبل كده. اول حاجة هنشوفها استخدام الاف. فعندي هنا دخلت الاي بيساوي 2 والبي بيساوي 3 والاكس بيساوي 1، واديته شرط بيقول ان اما لو الاكس بتساوي 1، طبعا الشرط لازم يتكتب بالطريقة ديت في المساواة، ماشي، 2 يساوي جنب بعض، واي بيساوي ايه زائد بي، نفذ لي واي بيساوي ايه زائد بي، بعد كده اعمل اند. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ انا اصلا بدخله هنا الشرط بتاعي عن طريق البرنامج، زي ما احنا ملاحظين ان الاكس مدخله بتساوي 1، ماشي، يعني معنى كده ان هو لما يشوف الاكس بتساوي 1 هيعمل ايه؟ هينفذ الواي بيساوي ايه زائد بي. طبعا لازم اسيفه وبعد كده اعمل ايه؟ رن عن طريق اف 5، اداني الواي بتساوي ايه؟ الواي بتساوي 5 لان طبيعي الاكس موجود اصلا بتساوي 1. افرض انا عايز اليوزر بتاعي يتحكم لي في الادخال بتاعه، عايز ادخل مثلا قيمه معينه، بدل ما اقول مثلا الاكس يعني الاكس مثلا بتساوي 1 يبقى اجمع، عايزه كمان يقول مثلا اكس بتساوي سالب 1 يعني اطرح لي، فاهم قصدي؟ ففي امر اسمه انبوت، فبقول الاكس بتساوي اول حاجه input، يعني ادخل لي اللي جاي بقى هكتب له نص يتحط قدام الحاجه اللي هي ايه يعني يطلبها مني، يقول لي مثلا ادخل كذا، فاقول له input او enter input the value، او بلاش the value، اقول له ماشي the value of x، على اساس انا عارف انا هعمل ايه يعني. لكن بقى ممكن عشان نوضح لليوزر نقول له مثلا if you want to added input 1 مثلا، عايز تعمل عمليه طرح دخل سالب 1 وهكذا يعني. input the value of x the value of اكس، واقول له يساوي، ممكن اخد كده مسافه بحيث ان يبقى واسع قدامي، وهاجي اعمل له ايه؟ لو انا حطيت هنا سيمي كولون، ماشي، مش هيظهر لي اكس بتساوي كذا في البتاع دوت في البرنامج، فهنسيبها ونشوف بعد كده ممكن نعمل ايه. بعد كده اقول له بقى الايه بتساوي كام. هنا انا بدخله بردك الاتنين منين؟ من البرنامج، ايه بتساوي 2 والبي بيساوي 3، ماشي. وبعد كده هقول له اف عايزين ايه، اكس بيساوي 1، يبقى اكس بيساوي، لو اكس بتساوي 1 اعمل لي ايه؟ قول لي ان الواي بتساوي الاي زائد البي، وهيظهرها مش هحط سيمي كولن. طب لو عايزه يعمل اي حاجه تانية، يعني لو دخل اي حاجه تانية غير الواحد، يعمل طرح مثلا، فهقول له else اي حاجة تانية اعمل ايه؟ قول لي ان الواي بتساوي ايه ناقص بي، اعمل عملية طرح، وفي الاخر اعمل له انت. تعالى كده نسيبه، ماشي، هنسيبه مثلا باف 3، طبعا ايه احط جنب اف، بدل ما اخليها اف لوحدها لازم احط جنبها حاجه تغيرها عن اف اللي موجوده عنده جوه في البرنامج، او اللي متسيف اصلا في الماتلاب في ام فايل المفروض يكون متسيف بيها، لما بعمل هيلب عليها بلاقيها، فبسيفها باسم غريب شويه. نشوف كده بقى، نيجي ننفذ اف 5 اهو، بص ورا طلب مني input the value of x، فانا هقول له 1. بص ده سبب ان انا ما حطيتش سيمي كولون، لو كنت حطيت سيمي كولون ما كانش هيظهر لي الاكس بتساوي كذا، راح جامع. طب تيجي نخليه ينفذه تاني، نقول له اف 5 وندي له اي حاجه غير الواحد وليكن صفر مثلا، هيطرح اهو اداني سالب 1، نتيجة الطرح اللي هي هتبقى 2 ناقص 3. طب تعالى بقى نجرب نحط هنا سيمي كولون ونسيف عليه ونجرب ايه، نعمل رن، شوف كده دخل الاكس، هندخل الاكس مثلا بواحد برضك عشان عمليه الجمع، او بص طبع لي الواي بس ما طبعش الايه، ما طبعش الاكس.
طب انا ممكن كمان بدل ما ادخله الاي والاي والبي عن طريق هنا، ممكن احطهم في دالة انبوت، صح ولا لا؟ يعني ممكن بدل اشيل دي كده واقول له انبوت، ماشي، واقول له انبوت ذا فاليو مثلا ذا فاليو اوف بي ذا فاليو اوف اي. بلاش نقول له انبوت، ما اكتبلوش بقى كتب الكلام ده كله، اكتب له ايه بيساوي، واخد مسافة عشان يطلع لي بره فيها مسافة شوية، واكتب وحط له برضك السيمي كولون عشان ما يظهر ليش، هياخدها في اعتباره بس. وانزل على تحت برضك اعمل نفس النظام، هقول له انبوت البي بتساوي، واخد مسافة برضك ايه بنفس الطريقة، واعمل سيف. تعال ننفذ كده ونشوف. ايوه اهي بقول لك دخل قيمة الاكس، هقول له انا هعمل مثلا عملية الجمع، انا عارف ان الاكس واحد بيساوي. طب ممكن اقول له طبعا زي ما هنعرف بعدين، هشوف برنامج تاني، هقول له دخل لي واحد لو عايز تجمع، اتنين لو عايز تطرح، تلاتة لو عايز تضرب، واربعة لو عايز تقسم، ادخل له الاي والبي ويعمل اللي هو ايه اللي طلبته انا منه. فهدخله الاي مثلا بخمسة، ودخله البي بستة، راح ايه جمعهم، ماشي. طب نفترض ان انا خليته ينفذ البرنامج، ماشي، ودخلت له رقم غير الواحد، انا يعني عارف ان الواحد بس هو اللي بيخليه يجمع، دخلت له اتنين، دخل لي الايه ملوش دعوه، ده مش شرط فيها، يعني لازم يطلب منك الايه والبي الخمسة، وراح ايه طارح ستة ناقص خمسة، انا دخلت حاجة غير الواحد. طيب يبقى كده احنا عرفنا ازاي بنستخدم الاف هو الانبوت، واهم حاجة امر انبوت دوت، لانه بيقدر يدخل لي المدخلات عن طريق اليوزر بتاعي عايز ايه بالظبط، هيدخل الرقم شكله ايه. يعني شفنا السهولة احسن ما انا كنت مدخله في البرنامج بتاعي واحدد له واعمل برنامج كامل عشان اجمع رقمين هما الخمسة الخمسة مثلا والستة، لا انا بدخله الخمسة والستة عن طريق الايه عن طريق الكيبورد. نشوف بقى مع بعض برنامج تاني عملت انا عن ان هو يعمل عملية جمع طرح ضرب قسمة بس عن طريق الادخال من الكيبورد. فاول امر قلت له ايه، ادخل لي الاكس، لو عايز تعمل جمع دخل واحد، عايز تعمل طرح دخل اتنين، عايز تعمل ضرب دخل تلاتة، عايز تعمل قسمة دخل اربعة. ونلاحظ كمان وضع الايه وضع السيمي كولون هنا اللي مش هيخليه الاكس يظهر بعد كده، ماشي. وبعدين بدخل له الرقمين اللي هعمل لهم العمليات الحسابية اللي فوق ديت، الاي والبي، برضك بحط سيمي كولون سيمي كولون عشان هياخدهم مره ومش هيظهرهم لي تاني. وبعد كده بدخل بقى الاف والكونديشن بتاعي، هل الاكس بتساوي واحد؟ اه يجمع. طب لو اكس بقى، انا هنا ده تطبيق على الس اف اكتر يعني، طب هل بقى الاكس بتساوي اتنين؟ ما تحققش الاكس بتساوي واحد، يشوف الشرط التاني، اكس بتساوي اتنين اه ايه ناقص بي، ما تحققش يشوف تلاته واربعه وهكذا. نيجي هنا بقى لحاجه جديده وهي بريك، اي حاجه تانيه الس اعمل بريك. بريك دي معناها ايه؟ لو اتوضعت في اي مكان بيخرج من البرنامج لما تحقق المكان دوت، يخرج من البرنامج خالص. فاحنا هننفذ، طبعا احنا سيفناه وهننفذ ونشوف ايه اللي هيحصل لو دخلنا له كذا حاجه. فاول حاجه انا مثلا عايز اعمل عمليه جمع، تيجي نخليها اسم المره دي ولا ضرب؟ خليها ضرب. ثلاثة دخل لي الايه اربعه ومثلا سبعه، وعلى طول اداني ايه واي بتساوي 28. طب تعالى نجرب تاني، نعمل له رن، عملنا له رن ونخليه مثلا يعمل اسمه، بدخل له كام؟ اربعة، صح، وهيعمل ايه اسمه. طب افرض انا رحت مدخل خمسة، اي رقم غير الموجودين يعمل ايه؟ هيطلب مني الايه وهيطلب مني البي، بس هيروح مش هيلاقي لها حاجة، يروح عامل بريك اللي هي بتاعت إلس، خلاص. طب نتخيل كده بقى لو واحد كده راح مدخل لي، احنا عارفين احنا بنقسم الاي على البي، نفترض ان اليوزر راح مدخل البي، احنا عارفين ان احنا بنقسم اي على بي، نفترض اليوزر دخل البي بتساوي زيرو، ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف كده، تعال ننفذ نعمل ايه، نقول له رن ونعمل عملية قسمة، يعني ندخل رقم اربعة اربعة
ادخل الايه مثلا باتنين، رحت مدخل البي بزيرو. طبعا احنا عارفين القسمه في الماتلاب اصلا، لما اكون مدخل له زيرو مش تفرق معاه في القسمه، هيقول ان هو بيعمل القسمه على زيرو وهيديني ان ايه انفينيتي عادي خالص. هو يقول لي اديني ويرنينج واديني واي بتساوي ايه انفينيتي. طب نتخيل كده دخلت الاي بزيرو والبي بزيرو، ايه اللي هيحصل؟ نجرب تاني، هنقول له عملية قسمة يبقى 4 وبعدين ده بزيرو ودوت بزيرو. بص برضك بيديني التحذير وبيقول لي ان هو نوت ا نمبر، يعني ده مش رقم، بس مفيش مشاكل. لكن ممكن اطلع له رساله تحذيريه بعد كده لما يلاقي مثلا ان الرقمين بصفر يقول لي دوت مش نمبر، ما ينفعش مثلا. افرض انا عايزه لما يعرف ان هو صفر وصفر يخرج بره البرنامج، ممكن تفكر في ده كله. ممكن لو هو مثلا بيقسم على الصفر ومش عايز البرنامج يقسم على الصفر خالص، اخرجه بره البرنامج او اوديه مكان تاني. ممكن تفكر في الحاجات ديت وهتلاقي ان شاء الله ايه حل، ولو اتعلمتها لوحدك هتستريح جدا بعد كده. طيب على نفس البرنامج دوت، لو احنا عايزين مثلا نريد تحذير لما يكون البي بتساوي صفر او مخلوش يعمل حاجة، ماشي؟ طبعا هو طبيعي بيعمل لي بيقول لي ان اسمه باي زيرو في المتلاب عادي. لكن افرض انا عايز اضيف من عندنا واخليه يخرج مثلا بره البرنامج لما يلاقي ايه البي بتساوي زيرو، فهضيف له امر اف هنا. طبعا ما ينفعش اضيفه من الاول، لان ضفته من الاول مش هيعمل عمليه جمع وطرح. لو انا عايز يعمل عمليه جمع وطرح او ضرب، اف البي بتساوي زيرو، لو كانت البي بتساوي زيرو اعمل ايه؟ هقول له خليه يعمل بريك واخرج بره بريك، بعد كده اند وسيف على كده. وتعالى كده نجرب اف 5 وندوس كام 4 وندخل بخمسة مثلا والبي بزيرو. بص خرج بره البرنامج على طول لما لقى ان البي بكام بزيرو. طب تعالى كده انا عايزه يظهر لي رسالة مثلا يقول لي ايه خلي بالك، او انا متأسف مثلا ان ايه دي اسمه على الصفر ما ينفعش، ويخرج بره البرنامج برضك. فاضيف ان هو امر جديد هنتعلمه لاول مرة، هو امر ديسبلاي يعني اعرض لي الرسالة ديت ديسبلاي، وبرضك بين قوسين وابوستروف اكتب الكلام اللي انا عايز اعمل له عمليه ديسبلاي، وليكن سوري اقول له مثلا بي بتساوي زيرو، ماشي؟ طبعا ابوستروف مش هتحوق معاها بقى، لان هو اصلا امر ديسبلاي، ماشي؟ مش تفرق معاها في حاجة. نشوف كده، ننفذ اف 5 حط 4 وبعدين 1 مثلا ندخل 0. شوف النتيجة، قال لك سوري بي بتساوي 0. يبقى انا فهمت دلوقتي ان القسمة على صفر. ممكن نلعب اكتر واكتر، لو الايه مثلا بتساوي 0 او يقول لي ايه، يعني ممكن تفكر وتطور البرنامج دوت للافضل والاحسن، ماشي؟ يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نستخدم امر ديسبلاي هنا برضك. ده من الحاجات المفروض ايه نعرفها كويس، هو انبوت. يبقى عندي انبوت وديسبلاي والاف والالس اف والالس تقريبا غطيناهم من كام برنامج اللي احنا شفناهم قبل، يعني دوت كام برنامج اللي قبليهم.